ضرب بالدف ونحوه، يعني الشعر وما الشعر، والدف هو المغطى من جهة واحدة، يعني الشعر مباح. عائشة يعني عندما قالت أن زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم إيش؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. والربيع بنت معوذ قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم غداتا بنع علي على فاطمة، فجلس على فراشي وجاريتان يضربان بالدف يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإظهار والإشهار والضرب على النكاح بالدف أمر يعني مستحب بلا شك. نعم.